السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المشاهدون والمشاهدات الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. عدنا من الفاصل ونحن معكم ضمن موجة مفتوحة عبر قناة هلا وموقع بنت، نتناول فيها آخر التطورات سواء كان ذلك ميدانيا في ساحة القتال أو أيضا تبعات هذه الحرب على أبناء مجتمعنا العربي من زوايا مختلفة. ونريد الآن أن نتوقف مع جانب مهم جدا وهو الجانب الاقتصادي، و دعوني بداية أرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الزوم من الناصرة، مراقب الحسابات الخبير الاقتصادي هاني نجم. مساء الخير أستاذ هاني. مساء النور أستاذ لك ولجميع المشاهدين. الكل يتساءل يعني عن هذا عن قضية خصم مبالغ من المال من كل موظف وعامل في إسرائيل، سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص، واللي قدم بشأنه هذا الموضوع مذكرة قانون تمهيدا للخصم من أجل تحمل أعباء الحرب بعد الاتفاق ما بين الاستدروت ووزارة المالية. هل لك أن تضع لنا النقاط على الحروف وتشرح لنا الأستاذ هاني نجم شو هذا الموضوع؟ هي واحد من المصادر عمليا لتمويل الحرب، اللي هي جباية مباشرة عمليا من كل العمال وكل الموظفين في القطاع الخاص والقطاع العام. الجباية راح تتم من خلال خصم يوم نقاها عمليا اللي بيطلع للعامل، زي ما احنا بنعرف عمليا العمال في القطاع العام والقطاع الخاص بيحصلوا على عدد ايام نقاها سنويه معينه حسب عمليا الاقدميه تعيشهم في الشغل. في القطاع العام القيمه عمليا تعيش يوم نقاها اعلى من القيمه في القطاع الخاص، ولكن هناك عمليا يعني اقتراح قانون اللي من خلاله راح يتم خصم يوم نقاها لكل واحد من الموظفين وتحويل هذه المبالغ للدولة من أجل تأمين كل ما يتعلق بموضوع الجنود الاحتياط عمليا الموجودين في الحرب. احنا نحكي عمليا عن يعني المبلغ الصافي عمليا ما بعد الضريبة لكل موظف عمليا اللي راح يتم خصمه بتعلق بمعدلات الضريبة والتأمين الوطني اللي بيدفعها الموظف. اما احنا بنحكي على ما يراوح بين 280 ل 350 شيكل خصم من كل موظف بالبلاد وتحويلهم للصندوق المذكور. ممكن انه يصل 470 شيكل صح؟ هذا بروتو. الصافي قديش؟ بتعلق بتحد بمعدل دخل عمليا العامل نفسه، كل ما العامل دخله اعلى عمليا فنسبه الضريبه عليه الحديه بتكون اعلى، وهيك بتكون عمليا مبلغ اقل. نحكي على بين 280 ل 350 شيكل من الدخل الصافي. نعم. ما بعد الضريبه. الاستاذ هاني نجم مدقق الحسابات الخبير الاقتصادي، انت مطلع على الاوضاع الاقتصاديه محليا وعالميا سنوات، هل سبق وان سلكت الدوله مسلكا كهذا؟ هل سبق وخصمت الدوله من اموال النقاهه اللي بحصل عليها العمال ويحصل عليها ايضا الموظفون كل سنه؟ هل سبق شيء من هذا القبيل؟ زي كان في شيء اللي هو مغاير بعد في حرب لبنان ب 82 او ب 83، كان في شيء اسمه عمليا ملفي حوفا اللي الدوله اجت وفرضت عمليا على كل مواطن بالغ يدفع مبلغ معين كدين للدوله، والدوله رجعته بعد عده سنوات. يعني كان في محاوله فرض، ولكن هاي اول مره بيتم عمليا خصم بشكل مباشر من كل العمال، وبيتم خصم عمليا من كل العمال بشكل متساوي. يعني العامل اللي بيربح 30,000 شيكل والعامل اللي بيربح 4,000 شيكل، الجهتين نفس الخصم، وهذا اذا بدل على شيء بدل على انه العناء اكبر عمليا على المواطن البسيط والموظف اللي يعني المسكين اللي يا دوب يوصل لحد الادنى من الاجر اذا كان يشتغل وظيفه جزئيه. نعم، ولكن استاذ هاني نجم يعني ما دام الدوله وزاره الماليه اتفقت مع الاستدروت على هذا الموضوع، ليش هم بحاجه لمذكره قانون وطرحه على التصويت ومصادقه قانونيه؟ لانه هذا بحاجه لتغيير عمليا قانون، اعتقد يكون في جبايه انه الاستدروت وافقت، معناها انه الاستدروت امنت انه هي موافقه كممثله لعدد كبير جدا من الموظفين، وانه شرعها عمليا تتخذ قرارات اللي هي عمليا ضد هذا الموضوع، اجراءات مغايره مثل اضرابات او مظاهرات او غيرها. فلما هن باخذوا المباركه تعيد المندوب الاكبر للموظفين عمليا، فبالنسبه لنا الطريق سهل انه يسنوا القانون عشان يقدروا يطبقوه. طبعا التحويل راح يكون من خلال المشغلين، يعني كل مشغل عمليا راح ينجبر عمليا على حسب عدد العمال الموجودين عنده
انه يحول هاي المبالغ عمليا للصندوق المقترح عمليا. نعم، الامر بس مشان نلفت انتباه الجمهور شبه نهائي، ولكن يعني بعد التصويت يجب ان يصوت، ان عفوا ان يوقع عليه ايضا وزير العمل. نعم صحيح، هي يعني كلها الاجراءات يعني بيروقراطيه من اجل يعني انهاء يعني كل العمليه، ولكن الامر نهائي يعني على ما يبدو. طيب، هذا بشأن الخصم، خصم يوم نقاها من كل عامل وموظف في إسرائيل لتغطية تكاليف الحرب وبالذات لتغطية تكاليف جنود الاحتياط. الآن أريد أن أسألك الخبير الاقتصادي هاني نجم عن قضية تدريجات ضريبة الدخل اللي تم حتلنتها، ممكن تشرح لنا عن هذا الموضوع؟ هل ستؤثر علينا، هل ستؤثر على العاملين والموظفين في تغيير في الضريبة؟ هنا الخبر يعني ايجابي بشكل او باخر، بكل بدايه كل سنه عمليا بتم حتلنه درجات الضريبه على حسب جدول غلاء المعيشه عمليا اللي كان موجود. لما احنا نحكي على الحتلنه عشان نحاول بس نفهم شوي صغيره، كل ما معدل الدخل تبع الموظف بيعلى اكثر، كل ما نسبه الضريبه على الدخل الاضافي بتعلى اكثر. لما احنا بنعلي الاساس تبع فرضنا معدل الدخل تبع ال 10% مثلا، لما بنعليه لفرضنا عشان بس نبسط الامور، بنعليه من 6000 ل 6300 شيكل، معناته في 300 شيكل كنا ندفع عليهم 14%، لسه ندفع عليهم بس 10%، فهذا معناته انه اقل ضريبه. هذا الجانب الاول. الجانب الاخر هو انه قيمه ما يسمى نقاط استحقاق، طبعا كل مواطن بيطلع له نقاط استحقاق حسب وضعيته العائليه، حسب تعليمه، في يعني هناك ميزات مختلفه. قيمة نقاط الاستحقاق كمان زادت عليت، مما يعني انه ممكن ندفع ضريبة اقل. فبهذا الجانب هناك بشرى عمليا للعمال والموظفين. كمان مرة التفاوت عمليا بقيمة يعني هذه البشرى هو من يعني 50 ل 250 300 شيكل، بتعلق بأي درجة انت موجود عمليا من ناحية التزام بالضرائب، وبتعلق في اي عدد من نقاط الاستحقاق. من الجدير ذكره انه عمليا من شهر 1/2024 كل واحد اللي هو ان كان ام او اب اللي هن عندهم اولاد من جيل 13 ل 18 او من 12 ل 18 رايحين يحصلوا كمان على نقطه استحقاق اللي قيمتها ما يعادل حوالي 270 شيكل، اللي معناها انه بيدفعوا ضريبه اقل. طبعا هذا الحديث يعني هو مهم لمن يدفع الضريبه، يعني مرات موظف اللي كل دخله 5 أو 6 آلاف شيكل ما بيدفعش ضريبة، كل هذا الحديث بالنسبة له ما في له ولا أي دخل عليه، ما بيأثرش على الدخل تبعه. ولكن إذا كان في هناك موظفة موظفة بيدفع ضريبة بخفينة الأجر تبعهم، يعني العنوان تبعها مصرف مسار، فهدول نعم راحين يستفيدوا، بالذات إذا كان في عندهم أولاد من جيل 12 لجيل 18، وراح يتم خصم عمليا الضريبة اللي بيدفعوها، يعني راح يدفعوا أقل عمليا، مما يعني راح يكون عندي معدل دخل اعلى. نعم. استاذ هاني نجم، اريد ان اسالك عن قضيه الاسعار وغلاء المعيشه. قبل ايام كانت جلسه في اللجنه البرلمانيه لشؤون الاقتصاد اللي براسها دافيد بيتان، واستدعوا لهناك عدد من رؤساء او مدراء الشركات الكبرى المسوقه للاغذيه بالاساس او المواد الاساسيه، قسم كبير لا باس به منهم لم يحضروا يعني، وهذا اثار حفيظه اعضاء اللجنه. السؤال الذي يطرح في الأيام الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة، لماذا ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية؟ هناك شركات كبيرة يعني تسوق منتجات أساسية ترفع الأسعار، مع أنه يعني رسميا يتحدثون أنه ما فيش أي سبب، بل على العكس يعني الأسعار على المستوى العالم تراجعت. تقييمك وتحليلك 100% صح. السبب الوحيد لارتفاع الأسعار هو جشع وطمع هذه الشركات الاحتكارية اللي للأسف الشديد المستهلك المحلي الإسرائيلي إن كان عربي وإن كان يهودي مش قاعد بلاقي لها بديل، وهي الشركات الاحتكارية بدها تربح مصاري أكثر، فيش ولا أي سبب ثاني. أجا الوقت في منظومة الاقتصاد في إسرائيل بناء قوة للمستهلك وسلم للمستهلك. المستهلك ما دامه سمع وطاعة تنفيذي بتبيع الغرض ب10 ولا ب10.5 ولا ب11 ولا ب12 راح أشتريه، ما دامه عمليا صاحب الاحتكار وصاحب الثروه بده يربح اكثر، فيش ولا اي سبب اقتصادي لارتفاع الاسعار. بالعكس
من مقارنه من فتره الكورونا لليوم معدل تكاليف المواد الخام بالعالم نزل بشكل جدا كبير. موضوع الرغم من الازمه بين الحوثيين مع كل ما يتعلق بالسفن، ولكن تكلفه النقل هي ارخص مما كان ما بعد الكورونا. المطارات العالميه هي باتجاه عمليا لان يكون في هناك انخفاض في التكاليف، بس للاسف الشديد شركات كبيره محتكره مش عامله حساب لا لبرلمان ولا لحكومه ولا لاي حدا ثاني. اجى الوقت انه من ناحيه واحده المستهلك يتخذ قرارات باعطاء فرص لمنتجات بديله لهذه المنتجات، ومن ناحيه اخرى يمكن اجى الوقت لصنع قوانين تفرض على هذه الشركات الخاصه انه يكون في عندها شفافيه كامله بتقديم تقارير شو بتربح، شو بكلفها، كيف بتعمل حسابات، وينحط حد اقصى لحجم الربح لهذه الشركات. لانه ما بصير انه في اسرائيل مقارنه مع العالم معدل التكلفه والمصاريف الحياتيه هي اكثر من 30% و40% من اوروبا او من دول الخليج، او يعني نفس القارن مع الضفه مع الاردن مع غيرها، هناك بكثير احنا اكثر عن هيك. السبب الوحيد انه في مجموعه محتكره بدها تربح اكثر، بدها تعمل مصاري اكثر، والمواطن والمستهلك صنع مصاعب ثانيه يا سيدي. نعم. بدي أسألك عن قضية مهمة جدا، يعني أيضا لها يعني علاقة مباشرة سواء بأسعار أو يعني ممكن على أوضاع قطاعات العمل في البلاد، وهي قضية العمال من الضفة الغربية. منذ أكثر من 3 أشهر إسرائيل تمنع دخول العمال من مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ويعني سمعنا أنه في الفترة الأخيرة ممكن أنهم يفحصوا إدخال قسم من هؤلاء العمال. أنت كخبير اقتصادي كيف يؤثر غياب أو منع أو عدم حضور العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية على قطاعات العمل داخل إسرائيل؟ أنا بأثر بشكل جدا جدا سلبي. أنا بعطيك ثلاث قطاعات اثنين بارزات كثير وواحد كمان فيه تأثير. الأول قطاع البناء. قطاع البناء يعني متوقف تقريبا في هبوط قيمة حوالي 60% بالإنتاجية في قطاع البناء، تأخر كبير جدا في الإمكانية والقدرة على الالتزام باتفاقيات اللي التزمت فيها الشركات لتقديم عقارات بيوت أو أماكن تجارية وغيرها. في هبوط حاد جدا بأعمال البنى التحتية بسبب عدم وجود عمال. في هبوط حاد جدا بالزراعة، في كثير منتجات زراعية اللي بالآخر وصل وضع أنه يعني تنزت يعني لأنه ما فيش مين يجمعها. وفي هبوط في قطاع المطاعم اللي جزء منها تعتمد، أو الأفران اللي جزء منها تعتمد عمليا على القوة العاملة من منطقة الضفة. الخطوة اللي بتتخذها عمليا القيادة الإسرائيلية هي مش بس خطوة يعني خطيرة اقتصاديا، هي خطيرة أمنيا، لأن الوضع في الضفة يعني وضع جدا جدا يعني محرج اقتصاديا، وهذا ممكن يكون قنبلة اللي تنفجر عمليا واللي يعني تزيد الوضع الأمني سوءا، لأنه البلاطيش لا يأكل ولا يشرب، ما حدا بيقدر يتوقع منه شو ممكن يعمل. اذا حدا اجى ابنه صغير قال له بدي اكل ما عادش يجيب له اكل لابنه، معناته في خوف كثير. عشان هيك كانت سياسه خطيره جدا، والمحاوله تاعت الدوله انها تجيب عمال من الخارج عمليا من اجل يعني تعبئه هذا القرار هي محاولات يعني ستفشل لعده اسباب. السبب الاول انه مش سهل انك تجيب عمال وانه يكون التكاليف تاعتهم يعني موازي لتكاليف بقيه العمال في الضفه. الشغله الثانيه عمال من خارج البلاد هذول بدك تعيشهم يعني بيناتك، بدك تطعميهم، بدك لهم بيوت، بدك لهم اكل، بنطلع يسهروا، بنكونوا بالشوارع، واحنا شفنا شو بصير في جنوب تل ابيب كمثال بكل ما يتعلق بموضوع العمال الخارجيين. هذا راح يزيد ازمات اجتماعيه في داخل المجتمع الاسرائيلي كبيره جدا، فبالاضافه الى الازمه الاقتصاديه راح يكون في ازمه مجتمعيه. والاكثر عن هيك انه مما لا شك فيه بعد الحرب غزه راح يتم بنائها، وجزء كبير من القوى العمال الفلسطينيين راح يشتغلوا في غزه عمليا، وهذا معناته ان اسرائيل راح تصفي بدون عمال شيلي مع وجود عمل للعمال بالضفه، والايه راح تنقلب، واللي راح يصير في عنده مشكله اقتصاديه هو الاقتصاد الاسرائيلي، والعمال بالضفه بالاخر راح يشتغلوا في تعمير غزه على الاغلب، وهون الازمه الاسرائيليه راح تكبر اكثر واكثر. نعم. اقتصاديا
واجتماعيا. السؤال الأستاذ هاني نجم يعني بخصوص قضية البناء، يعني إسرائيل دولة تعاني من ارتفاع أسعار كبير جدا في قطاع في أسعار المنازل منذ سنوات طويلة، وتعاقب أكثر من وزير بناء وإسكان، وتغير أكثر من رئيس حكومة، مع أنه نتنياهو له أكثر من 16 سنة رئيس حكومة، ولكن يعني حتى من قبل عهد نتنياهو هناك أزمة في البناء والمسكن. السؤال، توقف العمل في هذا القطاع أو تضرره بهذا الشكل لمدة 3 أشهر وأكثر، ويعني في المدى المنظور لا نرى بأنه ستتوقف الحرب، يعني على الأقل في المدى المنظور، كيف ممكن أن ينعكس ذلك على أسعار الشقق والمنازل في إسرائيل في للسنوات القادمة؟ بتأمل ان الحرب تخلص باسرع وقت، لان الحرب معناها دمار للاقتصاد ودمار للنفسيه ودمار لكل شيء. ولكن بالنسبه للي حدثت عنه، في هناك ازمه اخرى اللي هي واجهت عمليا سوق العقارات ما قبل الحرب، وهي ازمه ارتفاع عمليا نسبه الفائده اللي ادت لانه اقل الطلب نزل بشكل جدا كبير على العقارات والبيوت، ومن ناحيه اخرى صار من المقاولين بطل يقدر يمولوا عمليا مشاريع، صار يسحبوا من المناقصات. الحرب اجته بالعاميه زي ما بيقولوها بالعاميه، زادت الطين بله، الوضع صار أسوأ بكثير. ولكن بالمرحلة الحالية الأسعار خلال السنة الأخيرة اللي بتطلع عليها، إذا نفحص الأسعار الحقيقية اللي هي عمليا سعر أي بيت، نزيح منه سعر التضخم المالي اللي كان موجود بمعدل 3%، بنشوف إنه معدل الأسعار بالسنة الأخيرة الحقيقي نزل من يعني من 5 إلى 10% تقريبا، نزل معدل أسعار البيوت في مناطق جدا جدا كبيرة. إذا بتسألني شو راح يصير بالسنة القريبة، بقول كالتالي: في خلال ال6 أشهر الاقرار راح يكون في هناك فرص في سوق العقارات، يعني المجموعات اللي ممكن ترتب نفسها وتنظم نفسها مقابل مقاولين ومقابل فرص مختلفة، ممكن تلاقي وتوجد أسعار رخيصة في سوق العقارات نسبيا للسوق. ولكن بعد 6 أشهر راح يبلش ارتفاع حاد جدا، لأن لما احنا نحكي ما فيش عندنا عمليا مسار للبناء، في عمليا اليوم كثير من اليهود الجاليات اليهوديه خارج البلاد بسبب ظواهر يعني خلينا نسميها كيف بسموها لا ساميه بدهم يجوا على اسرائيل، في عمال بدها تيجي تسكن في اسرائيل، في طلب اللي كان نايم كل الوقت بده يفتح من جديد، وفي الشعر معناها الاسعار راح ترتفع كمان 6 أشهر. ففي يعني زي نافذه لمده 6 أشهر اللي بيعرف يعني يستغل ظروف معينه ويجد عقارات باسعار مناسبه، فهذا ممكن بعد 6 أشهر الأسعار حتى ترتفع، ولربما ترتفع بشكل كبير جدا، إلا إذا الحكومة اتخذت قرارات عمليا رسمية قوية بتشجيع عمليا فرع العقارات، لربما تخفيض الضرائب، أو لربما يعني توزيع أراضي بشكل أكبر وبأسعار أرخص على المقاولين من أجل بناء عمليا مشاريع إعمارية، إن كان سكنية وإن كان صناعية وإن كان غيرها. نعم. سؤالي التالي سبق وطرحناه عليك أستاذ هاني نجم، يعني في مناسبات أو في مقابلات أخرى، إزاء كل ما ذكرت من بداية المقابلة إلى الآن ويسمعك الآن المشاهد العربي، ماذا تنصح الناس؟ كيف عليهم أن يتصرفوا اقتصاديا؟ دعنا نتحدث عن يعني العائلات، شخص له أبناء في مرحلة التعليم في المدرسة، أب وأم، يعني كيف عليهم اجتياز هذه المرحلة وتدبير امورهم الماليه والاقتصاديه مع اقل ضرر ممكن؟ اول شغله عشان من ناحيه نفسيه يكون الانسان مرتاح، نقارن نفسنا مع فئات اخرى ان كان بالضفه وان كان بغزه وحتى محلات ثانيه في العالم، ونقول الحمد لله احنا خبز وزيت وزعتر كلياتنا في عندنا في البيوت. فاول شغله الحمد لله، وثاني شغله بعد القناعه بعد الحمد لله مهم نعرف ندير الامور الموجوده حوالينا، مهم نعرف نميز بين حاجتنا للامور وبين رغبتنا للامور. مهم نعرف ناخذ قرارات جريئه بالاشياء اللي مش بحاجه لها، فيش حاجه لها. وفيش حاجه من شان مظاهر ولا من شان تقليد ناخذ على حال اي مسؤوليه اللي ما فيش لها ولا اي حاجه. والشغله الاضافيه هي نبلش نسعى انه نطور من نفسنا، نطور من دخلنا، نطور من امكانياتنا، من قدراتنا. حتى لو لسه السوق مش جاهز، نبلش نتعلم وندرس ونهيئ ونحضر، عشان لما السوق يصير فيه انفراج نكون جزء من الانفراج. والاهم من هذول كلياتهم عشان يكون في بركه بكل شيء الموجود عندنا بالبيت، نبعد عن الحرام ونحاول قديش اكثر نسعى بانه رزقتنا تكون رزقة حلال بعيده عن اعمال اللي هي لا سمح الله يعني اعمال يعني غير قانونيه وغير شرعيه،
وعمال تضر بالشخص وتضر بالمجتمع بشكل جدا كبير وفي عائلته. بصراحة لفت انتباهي، يعني لأول مرة أنا أحاور خبير اقتصادي يعني بعطي هذه النصيحة بهذا الشكل الواضح. يعني دائما يتحدث الخبراء ابتعدوا عن أخذ القروض من السوق السوداء أو ما إلى ذلك، ولكن بهذه الصورة المباشرة والبسيطة والمبسطة هي أول مرة بسمعها بهذا الشكل. أستاذ هاني نجم، سؤالي الأخير، أنت من الناصرة، الناصرة يعني عاصمة الجماهير العربية، تتلقى ضربة اقتصادية كبيرة جدا هذه الفترة، احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد غابت عن المدينة، السياح غائبون لا يحضرون، ويعني هناك تراجع كبير في مدخلات أصحاب المحال التجارية والمصالح المختلفة فيها. ما الذي يمكن فعله من أجل إنقاذ هذه المدينة اقتصاديا؟ يعني المصري مسكينه زيها زي يعني كل المجتمع العربي، وفرع السياحه انضرب بشكل جدا جدا كبير. اعتقد ان المصري بحاجه لمشروع احياء عمليا، حتى لو مش على سياحه خارجيه، لسياحه داخليه، لان المصري تملك الكثير من المقدرات ومن المواقع السياحيه ومن التاريخ والجغرافيا والادب والثقافه اللي ممكن عمليا احيائها بشكل او باخر، حتى لو بامور رمزيه عشان تقدر تتجاوز هاي الشغله. ما ننساش انه كمان المجالس المحليه، واكيد من ضمنها يعني بلديه الناصري، تعاني من ازمه خانقه جدا، وسياسه الحكومه والميزانيه التي فوضت عليها في الحكومه اللي الغت كثير من الميزانيات المخصصه للمجتمع العربي والسلطات المحليه، هي ايضا تضر بشكل جدا جدا كبير بامكانيه عمليا تحقيق انجازات او تطور في المجتمع. البلد ان كان الناصري وان كان اي بلد ثاني تحتاج كل اولادها، كل ابنائها. اجى الوقت انه بكل بلد وبلد تنبنى بصدق لجان شعبيه اللي ما فيش فيها لا رئيس ولا مرؤوس، اللي الكل يحط ايده بدين بعض ويقول همنا واحد واحنا هدفنا واحد، هدفنا ندير بالنا على بلدنا، ان كان من ناحيه امنيه وان كان من ناحيه اقتصاديه وان كان من ناحيه ثقافيه. بالاخر هذا هو الحيز العام اللي احنا بنعيش فيه، بالاخر هاي هي المجموعه اللي احنا بننتمي لها، وكل واحد منا بده المجموعه اللي ينتمي لها تكون مجموعه منيحه وامنه وامينه. ولازم اجى الوقت نتجاوز كلياتنا عن كبريائنا الشخصي او عن اعتقادنا ان احنا بنفهم اكثر من غيرنا، ما فيش حدا بيفهم اكثر من الثاني. كلياتنا مع بعض نقدر نكون قوه جدا عظيمه، وبتخيل انه في داخل السلطات المحليه العربيه وفي داخل البلدات العربيه اذا الكل بيعرف نتعاون مع بعض ونكون ايد واحده ممكن نحقق كثير من الاهداف. القضيه مش بس مصاري، احيانا القدرات موجوده وبدك بس تفعلها. في كثير من المشاريع اللي ممكن تكون مشاريع تطوعيه اللي انت ممكن تديرها في قلب بلد، بدها شيء مصاري، بدها نيه، بدها منظومه عمل حقيقيه، بدها مصداقيه، بدها ما حدا يجي يقول انا عملت، انما كلياتنا عملنا وكلياتنا نجحنا. هذا بنقصنا للاسف. اريد ان اشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي مدقق الحسابات هاني نجم، كنت معنا في بث حي مباشر من الناصره، شكرا. اهلين استاذ حبيبي. المشاهدون والمشاهدات الاعزاء، سنخرج الان الى فاصل ونعود بعد ذلك مع فقرات جديده من ضمن هذه الموجة المفتوحة التي تأتيكم أيضا عبر شاشة قناة هلا الفضائية وأيضا عبر موقع بنت. أذكركم بأنه بإمكانكم تنزيل تطبيق قناة هلا لتشاهدوا البث المباشر، وبإمكانكم في التطبيق أن تعودوا إلى تسجيل برامج أخرى، تسجيلات من الإرشيف. فاصل ونعود.